too long. Messed it up completely till everything is wrong. Stop. لازم تخلصني من الموضوع ده النهاردة. الموضوع ما يستحملش أي تأخير. حياتي انت فين بقى يا مصطفى؟ كده برضو هونت عليك؟ سيبني ليلتين كاملين وتبات في المعمل؟ اوعى تكون لسه زعلان مني. لا يا حبيبتي ما اقدرش ازعل منك. طب وحشتني قوي 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 يا بيبي. قول لي عايز تاكل ايه؟ انت عارفه حياتي ان انا باكل اي حاجه في ايدي. ربع وناسه. ماشي هجهز العشاء على ما تيجي. هتوحشني. Wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. مصطفى كل ده عشان انا بحبك قوي يا مصطفى. وانا بعشقك. كداب. ايه ده هو باين عليا للدرجه دي؟ بس حتى لو كداب هفضل طول عمري بحبك ومش هسيبك غير وانت انجح حد في الدنيا كلها. على الله بعد اول سنه جواز ما تغيرش رايك. افكر. كل يوم بتكبر في نظري. اشمعنى؟ بوستك اللي بتقول انك ست. اول مره تعرف اني ست؟ مش اي ست، ست. كلامك كبير قوي يا مصطفى. عشان انت اكبر من اي كلام يتقال. بحبك. وانا كمان بحبك قوي. مصطفى. ايوه مصطفى. مصطفى انا فرحانه قوي. مش اكتر من ليه؟ ليه كفايه ان انا في حضن اجمل واطيب ست. بس لا طبعا مش بس، جوايا كلام كتير. بس انت عندك وقت؟ انا بقى ما عنديش وقت، لان انا راجل افعال. أنا عندي سؤال بس ممكن تجاوبيني بصراحة. إيه؟ قولي بتجاوبيني بصراحة. قول. أنا ليه بحبك أوي كده؟ معرفش. معرفش. مصطفى محتاجة 2000 جنيه أول الشهر يا حبيبتي. أني أول شهر فيهم؟ أنت أول الشهر بالنسبة لك ما بيجيش خالص ولا إيه؟ بصراحة أنا غلطت، حتى مرتبك اللي ملوش أي 30 لازمة مضيعهولي على الخامات والمراجعة اللي عمال تقرالي فيها للصبح. أنت لزيك عنده مرسيدس وفيلا وفي حتة تانية خالص، ولا أنت مش واخد بالك ولا إيه يا دكتور؟ لا ابتديت أخد بالي يا دكتور. مصطفى مصطفى أنا آسف. ولا يهمك يا شيرين. أنا بحبك قوي يا مصطفى.
وانا بموت فيك. انا اسفه بجد ما كانش. ما اسفيش. وانا بموت فيك. أوي. طب انا بالنسبه لك ايه؟ لأجل كل حاجة تكملي فيها كل حاجة ناقصة يا سري. يعني تقدري تقولي كده معلقة سكر في كوباية مرة. معلقة واحدة بس؟ طب ما كتير كتير أوي. أنا كل ده يا بطيتي. يلا روح شغلك، خد بالك من نفسك، مسوع على مهلك. الشيك هيوصل في ميعاده زي ما اتفقنا. الهندم ده هيخسرك كل حاجة، لأنك لو ما بقتش معاهم هتبقى عدوهم. مش ناوي تقول البحث فين يا دكتور؟ لو ما بقتش معاهم هبقى نفسي. هياخدوا البحث بملاليم ويرجعوا لنا ملايين، وساعتها الغلبان يلطم على وشه. يعني ده آخر كلامك؟ أنت هتخسر كل حاجة. اللي قبليك رئيس الصفا. صدقني مش هيبقى ارخص من اللحمه. الدكتور مصطفى السبيلي الله يرحمه. أسن المقص. قدامي يا مقصوفة الرقبة، خلينا نلحق نلم الغسيل. يا جماله يا جماله، أنا مش عارفة أنت هتفضلي لحد إمتى ترفضي كل عريس يتقدم لك. لحد ما يجيلي حد عليه القيمة يا أختي. اللي عليهم القيمة دول ما بنشوفهمش غير في السيما، لأن في المنطقة المأيحة دي سقفك يجيلك واحد بينزح طرنشات. خدي السكينة يا ست هيام. تسلم إيدك يا عم متولي، بروح حاسب أبويا بقى. ماشي. يلا يابا عشان انت بتعمل ايه يابا؟ ما تسيب لي في ايدك ده ويلا هناك. ده وضب البوتاجاز ده لخالتك ام جمالات اللي ساكنه تحت الرابع. الجديد بيذبح يا بنتي. ما تيجي بعد العصر ان شاء الله عشان تاخده، ما تاخدوش الباقي منها. طول عمرنا بنبيع جدعانه ما بنلمش ثمنها. ربنا هي بس يعينها على ابنها اللي محتاسه ورا ده. ربنا ما يكتبها عليك ابدا يا هيما.
يا دي النيله يابا. يابا امال لو كان اسمي نازينيه كنت عملت فيا ايه؟ ده انا حتى اسمي هيام، يعني الدلع كله. تقوم تقول لي برضه يا هيما؟ جامد. انت بنت زعلانه ان انت بنت البكريه وانا بدلعك. اديك قلت بنتك والبكريه. يعني انا بقول ذنب ان انت ربنا ما رزقكش بس يا شامبو. جدع جدع شامبو. كنت فين يالا؟ كنت واخدها في الخراب. يا تحسن بلفظك، هو انت عملت كده على طول؟ بتلطش وبترش الكلام كده زدتش. في ايه يابا، هو غلط في ايه؟ ما هو فعلا كان واخدني في الخراب. مش زبال يعني؟ ولا انت اسم الله شايفه مدير بنك؟ اشرب من تلقيمتي وانسى الهم اللي انت فيه عن مرادة. تسلم يا تلقيمه، تسلم اخويا. يلا يلا اتكل على الله. يلا شوف عامل كده من صباعي حلوه. خدوا معاكم البنت دي، هتروح للمعلم ناصر بتاع الزيتون، هتاخد منه حبه بضاعه انا متفق عليهم. انت يا عم مش خبوط عليك حاجه يا عم. الله ايه يا شامبو؟ بس بس ايه ده؟ الحق في قتيل. قتيل؟ يا لهوي. يا لهوي ده شكله كده لسه في الروح. يا جدعان يلا نشيله سوا. يا جدعان نوديه على اي مستشفى. جيلي بقول لك ايه؟ احنا مش عايزين مصايب، انا داخل على جواز. انت مفيش مروءه كده خالص، مفيش دم، خلي عندكم انسانيه. تعالي يا بنت شيلي معانا بنت ربنا. ارفع يا عم. متعلقات مصطفى السبيلي، محفظته فيها الاوراق اللي تخصه، بس ما فيهاش اي حاجه تخص البحث. تمام. ده حقك. بس مش ده اللي احنا اتفقنا عليه يا فؤاد بيه. ما تبقاش طماع قوي كده يا حسين. انا عوضها لك، اصل جات كتير قوي. انا عايز افهم سعادتك، احنا محجوزين هنا ليه دلوقتي؟ جرايه ناس، هو خير ان تعمل شر ان تلقى؟ يعني هيتباركوا بينا يا خالتي العيال؟ ما انا قلت لك انت هتودينا في داهيه ما صدقتنيش. زغرتي بقى بطلوا رغي طولة لسان، انا كل شويه اقطع ورق. بقول لك ايه يا سعاده الباشا، ما ينفعش تروح الحريم وتكلبشني انا والباقي في ده. لا طبعا ما ينفعش. المهم دلوقتي الجدع اللي احنا جبناه سايح في دمه ده لسه عايش ولا مات؟ أنا مش مطمئن خالص، واختفاء مصطفى ده مش طبيعي أبداً. أكيد أكيد جراله حاجة. أنا هتجنن يا بابا، يعني هيكون راح فين؟ ويعني إيه قفل تليفونه كل ده؟ إحنا لازم نبلغ البوليس. هو أخد ضربة على راسه بقى لحد، ورغم إن الجرح مش كبير لكنه غائر، وده تسبب في فقدان الذاكرة. ده غير بقى الحروق السطحية على وشه. العناية الإلهية بقى تدخلت وأنقذته من الموت، رغم إن رصاصة جاية جنب قلبه بالظبط. هيا قول لي، هما دول اللي اعتدوا عليك؟ انا مش فاكر حاجه، مش فاكر اسمي اصلا. اكتب يا ابني. عمرنا نحن، امجد الغمراوي، وكيل النائب العام، باخلاء سبيل المتهمين، بضمان محل اقامتهم، لعدم استيفاء الادله، واقفل المحضر في ساعته وتاريخه لحين ورود معلومات اخرى. استني يا اختي والنبي، عايزاكي دقيقه بس. خلصونا يا اخوانا. ايه بقى التراخي ده كله؟ يلا يا هيما يا بنتي. حاضر يابا حاضر، دقيقه بس يا باشا. طب يلا شهاد. خلي الفلوس دي معاكي، الراجل اللي جوه غلبان وملهوش حد، لو احتاج يعني علبتين عصير ولا حاجه جيبيهم له، وبالمره كمان هاتي له نص فرخه تسند قلبه. انا الاثنين يا اختي. كاك وجع عينيك، وانت يا اختي ما تجيبي لاختك اولى. هجيب لك شندوتش سبوري بقى. سمعتي يا اختي؟ ولو حصل اي حاجه والنبي تكلميني. خدي رقم بقى. هاي بابا عملت ايه؟ ما يعرفوش عنه اي حاجه جوه.
يعني هيكون راح فين؟ ده احنا بقالنا اسبوعين قلبنا عليه الدنيا، ده احنا ما خلناش مستشفى ولا اسم لما سالنا فيه. يا بابا ده حتى عربيته ما لهاش اثر. يا بابا اتصرف الله يخليك، اعمل حاجه، رجع لي مصطفى عشان خاطر الله يخليك يا بابا. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خد جنيه اهو يا ام فاروق، يبقى لي عندك مر. جنيه يا نصابه، جرايه بيكت، انت ما رجعتش قبل كده كتير. خلي قلبك ابيض. لا انا قلبي بيجي ساحه الفلوس ويبقى شبه التينه. حاج ما تيجي تتمرجع يا اختي، كفايه الدنيا مرجحاني شمال ويمين، هتبقى انت وهي على رأيك. الو الجدع اللي انتوا جبتوه خد اذن بالخروج، ولحد دلوقتي ما حدش جه خد. كشكول العمر مكتوب فيه كام ورق، مليان عيشة بهانة وظلم وقهر. الحق ضايع فيه منهوب من السرقة، واللي نام شبعان بيقنع في الجعان بالصبر. اللي نام شبعان. ايه ده؟ هو ايه اللي مطلعه بره يا يوم؟ انت ايه اللي خرجك من المستشفى يا ابني؟ هما اللي مشوني. يعني ما انتش فاكر اي حد من قرايبك، معارفك، حبايبك؟ انا مش فاكر اي حاجه. طب قول لي، طيب انت اكلت حاجه؟ طب انت يعني معلش في دي الكلمه، ما فكرتش هتعمل ايه او هتروح فين ولا تيجي منين؟ والعمل يابا هنسيبه كده ولا ايه؟ العمل عمل ربنا يا بنتي. ما تيجي ناخده معانا، يلقط رزقه في أي شغلانة وهو نبقى كسبنا فيه ثواب. خايف الواد ده يكون وراه مصيبه، تلطنا كده ولا كده، واحنا مش ناقصين. لا يا عم رضا، مش عايزك تقول انا خايف ولا الخوف يخش قلبك طول ما انا موجود جنبك يا عم رضا، بس انا باكد لك ان الواد ده وراه مصيبه. مصيبه لما تشيلك وتغورك من هنا خالص يا بعيد، ده انت قرفتنا. طب بالعقل كده يا مستمعين، واحد لقيناه مضروب بالنار ومرمي جنب الترعه وسط الزباله، هيكون ايه يعني؟ عريس البحر. اول حاجه يا بقف تقولها تنخشش في الدنيا. عندكم لحد ما يظهر له ايه؟ اهو نكسب ثواب فيه يابا، يعني نبقى لا بنكسب فلوس ولا حتى نكسب ثواب. اسمع يا عم رضا، الكلام ما اتعشفايف، انا حريمي ما تكشفوش على رجاله غرب، كده الواد ده رجلي مش هتعتم البيت. رجلي؟ بطيتي. امال قعدوا فين يا اخويا؟ تكونش عايزنا نحجز له في المينا هاوس مثلا؟ ولا عايزنا يعني نرميه في الشارع لكلاب السكك يا مدهول انت؟ انا وضب له العشه دي، مات فيها، ياخد باله كمان من البضاعه. عشه ايه؟ هو فرخه؟ انتوا سيبوه ويجي يبات عندي. او انا جابت معاه في العشة هنكاكي سوا. صلاح الجمال تاجر خلطه ربط من شبره، جنن الحكومه والحكومه جننته لحد ما طفش منهم وجاء اجر هنا. الخير على قدوم الوردين، اهي بشايره هلت اهي يابا. انت هتفتح هنا يالا ولا ايه؟ في ايمن بيه؟ هم اعداء النجاح لحقوا بلغوك ولا ايه؟ ده انت كويس هتعرف اسمي وتعرفني كويس. يا باشا انت اشهر من النار على العالم، انت نجم سطع في السماء. هتعيش بادبك؟ هشيلك فوق راسي. هتقل ادبك؟ هيقل منك يا باشا. الماضي عدى وفات ونسيناه. وجايين نفتح صفحه جديده بالحب وناكل بالحلال وبما يرضي الله، وكفى المؤمنين شر القتال. وربنا برضو بيقول
ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم صل على النبي. الحمد لله. والله بعت لي ظابط من وزارة الأواف كده يا رب أشكرك يا رب كده التوبة اتقبلت يا باشا. لا عشان خفة دمك ديت أنا جددت لك شهرين كمان كمان مراقبة. سلامة يا شمال. ألف سلامة يا باشا. صاحباتك السلامة يا باشا في السلام والأمان. كده كويس يا عم رضا؟ كلمني يا عم رضا. يا أختي نغة ما تقول له أنكل أحسن. بطل ورورة بقى. اسمي عم رضا. عم رضا يا ابني انما ما تقولش عمو دي على كده. انت هتقول لي يا عم رضا انا بقى هقول لك ايه؟ هقول لك على حاجه يابا تهت والاناه. احنا نسميه على اسمي الغالي حمائي. طب مايني وليميها. طب ايه رايك نسميك احمد؟ استسهال قوي يا عم رضا. نسميه الغريب مش مباشر شويه؟ انا طول عمري احلم بعيل اسميه على اسم ابويا. ايه رايك في عتمان؟ يا ريت يا اخي ربنا رزقك بعيل. هنسميه بركات علشان حياته اللي جايه تبقى كلها بركه وخير. طب والله عتمان احلى. طب ثلاثه بالله العظيم الغريب احلى. طب يا جماعه انا مش جاي فرق ما بينكم. سموني بركات ونادوني بالغريب ودلعوني ماشي يا عتمان. اهدي يا سليم. اهدي. هفهمك على كل حاجه. كده تعمل فيا كده؟ مش انا معلقه السكر بتاعتك؟ انت كل السكر. مش انا ست غير كل الستات؟ حبيبي انت كل الستات. طب ليه تختفي فجاه كده من حياتي؟ ليه تعمل فيا كده؟ بابا انا بقيت بشوف مصطفى في كل حته. انا هتجنن لو ما رجعتهوش. اهدي يا بنتي. ايه دي حبيبتي؟ مش كده يا بنتي. واد يا بركات. يا عم رضا. ايه يا ابني؟ وانت لسه صاحي؟ ده انا قلت ان انت نومك تقيل. لا يا عم رضا انا همي هو اللي قتل. علم همك المشي عشان ما يتكلبش في رقبتك وتبقى تعبان. رحت فين؟ يا ركبي. ركبي اصلها بعد عنك الخشونه عامله مشكله معايا. ده غير النقرس هنا بقى في قطع في الغضروف. خلي بالك. اللي بتاخده ده عم رضا؟ ابدا دي اسبرين يا ابني عشان تسكن الالم حبتين. شوف يا بركات انا عاوز اقول لك على حاجه. ثق في ربنا يا ابني وانت ان شاء الله هترجع لاهلك سالم غانم. مش لما اعرف انا مين الاول. اسمع كلام عمك رضا وانت تكسب. على رأي المثل اكبر منك بيوم بيبقى ايه؟ عيد ميلاده قبل عيد ميلاده. بيعرف عنك بسنة يا تغف. قوم يا قوم قوم صلي الباب. قوم صلي الفجر. والنبي عم رضا شوف لي لباس اصغر من ده. لباسك كبير تايه فيه اكتر ما انا تايه. بعد الفجر. شوف يا بركات يا ابني مش عاوزك من هنا ورايح تتكشف مني ابدا. نفسك في حاجه اطلبها هتلاقيها موجبه على طول. اطلب ايه يا عم رضا؟ انا عايز لباس على قدي. لباسك كبير قوي انا تايه فيه. حلوه. انا اقصد يا اقصد ان انا اعمل الحبتين دول معاك. قول لي ليه بقى؟ ليه؟ عشان اني انا عاوزك تبقى خشن حبتين. يعني عاوز الحركات اللي بعملها معاك دي تخليك واد جدر. يعني انا مش هبقى بجد غير لما يجيلي تسلخات. حلوه. يخرب بيتك. ايه انا ايه الحاجه؟ بص يا واد انا عاوز اقول لك على حاجه يا بركات. ان انت لو اقصد الكلمه ينفع يعني ان انت تبقى في الصيف ماشي كده عليك عبايه وعليك تلفيحه صوف وعلى حاجات من دي؟ لا. طيب ينفع لما اقصد في الكلمه ان انت تبقى في الشتاء برضه ماشي بلبوس كده عريان رفرف برضه؟ لا. انا بعمل معاك عشان كده عشان تبقى يا واد زينا تبقى في وسطينا وتبقى منينا. حلوه دي.
يعني انتوا كلكم عندكم تسلخات؟ حلوه حلوه تلف الشيطانه على مضربك كده ليه بقى؟ عشان الحته دي تنشف تنشف تقدر تشيل عليها حاجات. تعال 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 ورايا. طب انت رايح فين حضرتك؟ حضرتك دي كلمه تقولها برضو؟ ايه حجم حضرتك؟ طب معلش ياض، اللي زي ما يتقلوش حضرتك، اللي زي في الحته بتاعتنا دي يتقول له يعني يا معلم، واخد بالك انت، يا حاج يا كبير. ها؟ طب هتشتري ايه؟ يا حاج يا معلم يا كبير. راح اشتري جرجير. شكلك بتقرا شعر كتير. حلوه حلوه. ولا تليمه. ايوه يا استاذ صلاح. هات هات شويه شاي لطيف سكر ظريف. خد احلى كوبايه شاي خفيف. روح بقى من وش. وماله مسكر قوي كده ليه؟ مالك يا بركات؟ ابوك ضايقني في السوق قوي هيمه. يا عم اسمي هيام. هيام حارس هدوم نيل. حقك عليا والنبي يا بركات، والنبي يا اخويا ما اقصد، والنبي ما تزعل. ولا يهمك هيام. ازعل من ايه بس؟ يكون اكتر من اللي انا فيه. اهدى على نفسك يا بركات. اي حد بيجراله اللي يجرالك ده بيرجع زي العيل الصغير، بيبقى كانه لسه بيتعرف على الدنيا من اول وجديد. اهو قدري ابتدي الحياه من اول السطر. بص يا بركات، انت لازم انت تتودك في الدنيا زياده عن كده، يعني ما ينفعش تبقى طري قوي ولا تبقى غشيم قوي، والملف السعد لازم تتعلم الموضوع ده كويس قوي. يعني لو رايح مثلا السوق عايز تشتري شويه عيش، هتقول للراجل ايه؟ تقول له نبي اديني 5 ترغيفه حلوين زيك كده. ولو رايح تشتري طماطم هتقول للراجل ايه؟ هات 5 طماطميات حلوين كده زيك. اسمع يا بركات واشتري مني. هتقول للراجل ايه؟ عايز كيلو طماطم. عايز كيلو طماطم حلوين كده زيك. يلا اتكل على الله. سير يا نورمان. واد يا بركات، خد يا واد هات لي اللي في الورقه دي من الصيدليه اللي على الناصيه، وخد 5 جنيه ليك. معلش بطبخ للعيال ومش فاضيه. خد اخد يا هيام. خد يا بركات، ده رزق جاي لك من عند ربنا. اهو رزق جاي لك، حطه في جيبك. ماشي يا لوب. ماشي في ورجان. طب تعالي معايا يا لوب. يلا اروح اجيب لها. لا بقى انت كده بتتلكك يا حمدي. بتلكك ايه يا فوفه بس؟ يا فوفا في عريس في الدنيا بيخش من غير انتريه؟ اه صدق معاك حق فعلا، انا غلطانه يا حبيبي. ما هو عمك الوزير ولا ابوك السفير لما يجونا لازم يقعدوا ويمددوا على الانتريه. يا اخويا انت حد يعرفك ولا بيطيقك غيري اصلا؟ يا بت يا بت انا بفهمك يا بت حاجه للمستقبل. بفهمك حاجه للمستقبل. ماشي هنخش من غير انتريه. هنتنايل من غير انتريه. افرادي جه عريس لبنتنا، اقعده فين؟ اقعده في المنور ولا اجيبه الخرابه؟ صدق بالله انت هتشلني. مش يا اخويا لما اتجوز انا الاول ابقى اجوز بنتنا اللي انا بشوف بتوش امها؟ حرام عليك يا حمد، بتعمل فيا كده لنا عندي القلب يا حمد. يا سام يا سام زفت الطين. ما يصحش تنادي الواحده في حته زي بتاعتنا دي كده باسمها دغري. امال انا اديلها اقول لها ايه؟ هي مش اسمها سام. ايوه ناديها باسم جوزها، باسم اسم بقول لك ايه؟ ناديها باسم ابنها، ابنها فاروق. قول يا فاروق. يا فاروق. ايوه كده يا فاروق. يا فاروق عايز ايه؟ ما لقيتش اولوس في الصيدليه. خلاص الله يفضحك، حط ال 20 جنيه في السبق. جبت بيهم مرم تسلخات، لباس عم رضا كبير عليا قوي. خرب بيتك. إلهي تتفضح انت ولباس عم رضا. خلاص يا فاروق، عندنا ال 20 جنيه هدهم لك. بركات
اطلع خد الزباله. حاضر. يا رب يا ساتر. تعالى يا اختي. بسم الله ما شاء الله، الزند محمل. الزباله فين؟ جوه. وبعدين مستربع على ايه ده؟ حتى استربعه وحش. عشان عم رضا ما يستعوقنيش. ليه؟ رئيس الوحده المحليه. خش زند محمل. انت ما بتركبش المرجحه ليه؟ دي حتى حلوه قوي ومريحه. لباس عم رضا واسع، ممكن يقع. ما يقع، واللي يقع نرفعه، وبعدين ما يقع على الشاطر. والشاطر في القناطر. وانا ماليش خاطر. يا ساتر. شفت نمله عامله عامله لما اصحابها بتشرب خمره؟ سكرانه. شفت نمله عامله عامله لما اصحابها بتشرب خمره؟ سكرانه. انت انا اللي بتغني. طب انا شفت نمله. ايه ده؟ تطرش ده ولا ايه؟ بتشرب خمره. انت انا اللي بتغني. سكرانه. فعلا مالك؟ انا مش بنادي عليك، ما بتردش ليه؟ عم رضا قال لي ما ردش عليك. وما تردش عليا ليه؟ سالته نفس السؤال، قال لي ابعد عن الشر وغني له. حتى شوف بغني له ازاي. شفت نمله عامله عامله لما اصحابها بتشرب خمره. ده مجنون بقى. سكرانه. خد ياه بالحب كده، تروح تجيب لي علبه سوبر من الكشك وتيجي بسرعه. بركات ما بيشتريش حاجه لحد. ما دام رجليك شايلك ما سلفتهمش لواحد صاحبك، يبقى تروح تجيب حاجتك لنفسك. الله الله، ايه الحنيه دي كلها؟ هو الواد ده طلع ابن اختك ولا ايه؟ نزل ايدك من عليه، عشان لو اتمدت عليه تاني انا هقطعها لك. والنبي قطعيني او سيحي دم بالمره كمان. لا هو انت عندك دم؟ تصدق ما كنتش اعرف. يلا يا بركات، روح كلم الحاج رضا عشان عايزك. شفت نمله عامله عامله لما اصحى. طب شوف النمله انت يا بركات، يعني على ايه الواد ده؟ حكايته ايه معاكي بالظبط؟ بقول لك ايه، لم نفسك وجيبها لبره احسن لك. طب طالما مبسوطة في البحر هنجيبها البر ليه؟ ما نجيب عوبات وننزل نبلبط كل ليلة. حلو الحلو بكل خصاله إلا دلاله، ما يعجبنيش ما يعجبنيش. قلب يهجر قلت وماله، يهجر يهجر بس يعيش. حلو 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 الحلو. كبير واصل. اتفضل يابا. والله قعدتكم حلوه يا اولاد. اللي قول لي عم رضا، رجليك عامله ايه؟ الحمد لله، هو بس ورمه شويه. انت تعرف حكايه النقرس دي؟ يعني باكل فول زي ما انتوا عارفين، انما ده الكعب. الكعب نغز نغز نغز. الخشونه بقى ماسكه هنا زي هنا بالظبط، الاثنين متساويين. سلامتك الف سلامه يا حاج. ربنا يخليك يا ابني. والله لو ليا ابني ما يعمل فيا اللي انت بتعمله ده. بعد الشر عنك يابا، ان شاء الله الاعادي يابا. اله يا رب اللي بيكرهك يابا وانت لا، رجلك تخف وتبقى زي الفل يا رب. يابا تبقى عسل يابا وسكر يابا. الله 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 الله، بعد طرطشه الحنيه اللي انت بتعمليها دي، طالبه ايه يا حبيبتي؟ بصراحه يابا انا عايزه اطلب منك طلب صغنن. ايوه. والنبي يابا بقى تمشي الجوازه بتاعتي انا وحمتي، عايزه اتجوز يابا. او نبي عم رضا، او نبي عم رضا. طب هتخش كده يعني من غير انتريه؟ يا ناس افهموني، انا لو فضلت قاعده مستنيه الانتريه مش هتجوز في سنتي. يرضيك عني يا حمدي. ما تقوليش كده يا فوفا، تفي من بقك. انتريه ايه يا حمدي اللي انت قافش فيه ده؟ يا حبيبي انتوا بس اتجوزوا، بعد الجواز ان شاء الله يبقى ربنا يرزقكم كده وتشتروه. بعد الجواز الحق على ايه ولا على ايه؟ كفايه اكلوكتك. وانت رايك ايه بركات؟ عايز الصراحة يا عم رضا؟ هو في أحلى من الصراحة والبراحة؟ بنتك عفاف دي مش عايزة عريس، عايزة مدرب فيلة. لا اخس عليك، بس دي قمر. قمر اه، بس يعني فيلة. قشطة بركوت. آه يا بنت العضاضة. وحمدي بقى ابن حلال، أمه داعي عليه إن شاء الله. إنما هيام عود. عيب هذا بركات. هيام دي زي أختك. ماشي يا حاج. بقول لك إيه يا بركات؟ هو أنت لو ربنا يعني نفخ في صورتك كده واتجوزت، هتسيب مراتك تشتغل؟ اكيد طبعا يا هيام، يعني هنبقى احنا الاثنين عواطليه. نهار اسود. انا مش عارف بتضحكوا على ايه يعني. طب قوم يلا، قوم قوم هات ولحتين. ما كفايه يا حاج يا غالي كبير، لونك ابتدى يغمق. احنا جايين نعمل ايه؟ حرام عليك،
حرام عليك يا اخي، هو انا ناقص خطه؟ ما الخلفه مقطوعه خلقه. انا ما غلطتش، بقول لك احنا جايين نعمل ايه؟ جايين نشتري حمار عشان نركبه في حريص العربيه اللي مركون عندنا في المقلب ده، تسرعوا بيه انت وهيما ناكل عيش. قول كده. انت عايز تشغلني بلقماتي وقلبي من جوه وابني اللي ما خلفتوش وروح هات لي قلحه يا كذاب. قلت لك لا، الكلمه دي ما تتقالش للي زيي، اللي زيي كبير كده ما تقولوش يا كذاب، كذاب دي كلمه عيب، انا مش فاهم. برضه كذاب. بقول لك لا، افهم الكلام. تعال يا جدع، تعال تعالوا تعالوا. خلاص دي تاريخنا. تعالوا. ما تخلصنا بقى يا معلم وتحسبوا لنا ب 5000. اتكلم معايا يا جدعان. طب هم اللي بيعلك البيع دي. يلا امشي يعني من هنا يا قلبي. قول له تعبان يا قلبي. مساء الخير يا سيد المعلمين. اهلا. لا مؤاخذة يعني انا شايف الرصة دي كده مش هي يعني. عاوزين حاجة كده تكون حلوة كده تكون مدكنة شوية، حكم الشغلانة بتاعتنا دي بتحب اللف والدوران، عاوز حمار متع. هو ده اللي موجود عندنا. سيب لي الطلعة دي يا حاج يا غالي يا كبير. شوية كده. بقول لك يا معلم. احنا عايزين حمار كده حلو زيك. حمار حلو زيي؟ انت مين عليكم جد السل ولا ايه؟ يا صباح الكرابيلا باللوز. هو الواحد لما يشوف واحدة حلوة في الشارع وعايز يعمل لها لايك يدوس فين؟ إلهي يدوسك قطر يكون سواء وأعمى وأطرش يا بعيد. فداكي. أنا صعبان عليا الإيدين الحلوة دي اللي تتلف في ده بتغسل عربيات. أنت أموري بس وأنا أبعت لك أي صبي من صبيان يغسلوها لي. ابقى أوفر صبيانك دول يا حبيبي لما تحب تشطف فهم ينفعوك. في رهو. طب ما ناخد بقى أرقام بعض ونرن لبعض ونبعت لبعض حاجات على الواتساب ومش خسارة فيك أي باقة. انت اتهبلت ولا راحت منك ولا ايه؟ رايحه منه بدور عليها، ما تيجي ندور عليها سوا. يا ابني هو انت حد مسلطك عليا؟ قلت لك ما تتكلمش مع اي مخلوق الا لما انا اقول لك. ماشي يا جوحه. جوحه الشمال حكاها مع هيام وكشمت له وقعد يزيط. ما يزيط الا العبيط والعبيط يتعقل. ولا جوحه ليه راي تاني؟ هو في قول بعد اولك؟ تعالى نزلني اشوف اخرتها ايه. امتى ده؟ سيب ياد الحمار. ايه يا عم رضا؟ لازمتها ايه دخلت شاروخان دي على الصوب؟ قالوا شمال؟ قلنا ماشي، اللي بيهدي العباد هو ربنا. لكن الشمال ده بقى ماله مال بنتي؟ يا عم انا جيت جنبها، انا كنت بعمل لها لايك من بعيد، واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اسمع بقى ذكر الكلام. تقعد معانا هنا وتراعي الجيره هحطك في عينيا الاثنين. حلو. هتقل ادبك هخف عينيك للدين. ايه رايك بقى ان انت راجل عايب وانا مش همد ايدي عليك عشان انا نيتي بس ممكن تعورك؟ لا إلا الكبير. ولا انت اهلك مربكش؟ ما كانوش فاضيين، كانوا بيعملوا دايفنج في المريوطيه. انا بقى ماليش اهل. ليه اهلك راحوا فين؟ منصور ايه؟ الامريك راحوا كيسه مصطفى تحت الحمراء. نفسك انت فين بقى يا مصطفى؟ فوق يا ابني فوق. فوق يا حبيبي. لا حول ولا قوه الا بالله. انا فين؟ انا السبب. انا هين. يعني انا افضل قافله على قلبي كل ده ويوم ما قلبي يدق يدق بحبك انت، انت في اي لحظه ممكن تسيبني وتمشي. ده اللي انا عملته في نفسي ده. انا ما غلطتش يا بركات. لا طبعا ما غلطتش يا عم رضا، حتى لو غلطت ما يصحش يرفع ايده عليك. ما اقصدش اللي انت فهمته ده، انا اقصد يا ابني يقول ان انا ما غلطتش اجيبك تعيش هنا في وسطينا. اللي انت عملته النهارده ده ما عملوش عايل من ظهري. تاد انت باين عليك ابن اصول واد مجدع. يا عم رضا، والله يا عم رضا من يوم ما عشت وسطيكوا وانا حاسس ان انت اهلي وانت ابويا بجد. حن بقى انت مصر على العربيه الكارو دي. ما تخلينا في القلع. قلع يا رضا انت. وريني وريني. اضرب وخلصني. لا بعد اللي انت عملته النهارده ده ما يصحش اضربك. انسان متناقض. انت على
شفت النساء كانت هتزنقني. زنقتك؟ حاولت. خد نصيحة من أختك لب، رد الغلط بالغلط، وقت الغلط ما ينفعش غلط. لا، رد الغلط بالغلط في الوقت الغلط لازم يطرط الزلط. وإحنا بقى كناس فاهمين لازم نحط ده في عين الاعتبار. ولا يا عم جحا؟ الله يخرب بيت أم التلفزيون والمسلسلات الباكستاني اللي هرشت دماغكو. ما تقومي يا بت، قومي هاتي من أختك الأكل. يابا ايه يابا؟ ادي مش فاضي يابا، مش باكله دلوقتي، ده داخل على جواز يابا، لو ما غزيتوش يابا هيهبط مني. هبط منك يا هيما. يا بنتي تعالي كلي، الاكل هتنشف. يا ابن ما تثبت بقى، روشتني. مش عارف يا عم رضا، ابوك كان شكله مقرق ولا ايه؟ انت ما قمرتش العسل يا هيام. هو انت عاتق مقمر ولا مش قمر؟ ما انت زلطت كل. عجبك الباليه بركات؟ بقى ايه؟ ليه؟ ليش ليه هي؟ هاكل هاكل اهو. من بكره هتطلع انت وبركات على العربيه الجديده تقلبوا رزقكم. حاضر يابا. متناقض. بتقول ايه؟ العب باليه؟ يعني انا كده بتدرب عشان تضرب؟ طب خد. لا اسمع، اتفضل يا زميلي. اتفضل يا زميلي. ايش ده؟ هات بقى. اسمع، انت قفشت حرامي ولا ايه؟ انت قفشت حرامي ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ انا بتدرب صح كده. ايش ده؟ لا انت كده بسرعه اتقدمت اهو. فك الاسير. هو مش كان حرامي؟ لا بقى اسير. ده اسير يعني؟ ده ملوش اهل. اهله ماتوا في الدار. يتيم يعني زي. ايه ده؟ المروحه بطلت. هو النور قطع؟ مش عارف. حمدي يا أسير. الأسير. ايه ما قاعده لوحدك ليه؟ ابدا، بس كنت بشم يعني شويه هوا. هوا؟ هو الهوا حلو النهارده جاي كده من عند الواد حمدي. اسلام لي يا تلقيمه، اسلام لي. حسبيك. ما تخافش عليا، خلي بالك انت من نفسك بس. صباحكم فل ان شاء الله، ربنا يرزقكم. من قلبك يا عم رضا؟ اللي من قلبي يا طبعا، من قلبي. شد شد شد. بكيا بكيا بورا بكيا. لا اله الا الله. طب لا دي ولا دي، انت فين يا جهاد؟ انا هنا يا سلامه يا جهاد. ضحك علينا الناس بقى، ضحك علينا الناس ما اصلها ناقصه. انت فين يا جهاد؟ انت فين يا سلامه يا جهاد؟ انت بتعمل ايه بكيا؟ لبالي لا ربنا يحرقك يا بعيدة. يلا يا وام. يا ويلي يا جوحة، يا ويلي.
كملها الاولى. بس يا ولد يا عيال صباح الكراميه باللوز والعسليه بالجوز على عم رضا، اجدع راجل في المنطقه دي كلها وكبرها. صباح الفل يا عم رضا. اهلا. ايه اهلا دي يا عم رضا؟ مش طالعه مرتاحه منك؟ صح، شكلك لسه شايل يا عم رضا. ما خلاص يا عم رضا، اللي فات مات واحنا جيران، والجيران لبعضيها. ولو مؤاخذه كده يعني اهل بيتك يهموني، وانا طالب القرب منك في هيمه. انا ما عنديش بنات للجواز، قلت ايه بقى؟ يا معلم الرسول بيقول ان جاءكم مرتردون دينه وخلقه فزوجوه، واحنا الحمد لله ماشيين بما يرضي الله، وسمعتي سابقاني واخر تمام والقش معدن. وبعدين يعني الشرع بيقول اسال العروسه، صح؟ سالتها وهي رافضه. يا عم رضا، يا عم رضا الجواز ستره. الله نقبك اللي بيقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هيجي منين بس الخير من وشك انت؟ بقول لك قوم فارقني، فارقني بقى. ماشي يا عم رضا هفارقك عيني. وانت ايه اللي جابك يا بنتك كمان؟ كان مكتوب لي فين بس ده يا ربي؟ بتقول حاجه يا بركات؟ ابدا، بسبح في سري. افتكر ربنا رحمه بردك. انا حاسس ان انا اعرف الناس دول. يا هيام، ناس مين اللي تعرف؟ أكيد بيتهيألك طبعا. مش عارف. اللي قولي بقى، كنت عايزني في إيه؟ مش قادر أكمل معاها. طب حاول عشان اللي بينكم. مش قادر. طب حاول عشان العيش والملح. مش قادر صدقني. طب حاول إنك ما تحاولش تفكر تعيش معايا، لأن أنا دخيل على الناس دي. طيب. سلام. سلام. ولا تخير من النوم. يا ترى امتى هيجي اليوم اللي هتسيبنا وتمشي فيه يا دكتور مصطفى؟ غير يا هيا. انا عايزاك يا بركات اطلع لي بره بس. بتعملي ايه يا ايام؟ ابدا، بعمل شويه قرص عشان اوزعهم رحمه ونور على روحهم. الله يرحمهم. الله يرحمهم. طب تحب اساعدك؟ كتر الف خيرك. عاوزك بس يعني تشيل معايا صاجين كده لحد الفرن اذا ما كانش يضايقك يعني. عيوني. تسلم عينيك. الله يرحمك يا أم. الله يرحمها. امي دي كانت ست ب 100 راجل. الجدعانه كانت كلها فيها. انا اتعلمت منها الجدعانه. وتعلمت منها الرحمه. أمي كانت استحالة تشوف حد في ضيقة وما تساعدوش ولا تقف جنبه. طبقها ده
كانت الحارة كلها بتدوق مني، بس أنا اتحرمت منها بدري. الله يرحمك يا أمي. معلش، الله يرحمها. كلامك حلو قوي هي، وحتى اسمك، اسم كده تايه في الملكوت، لا منه رهام ولا منه هشام. لا بجد والله، أنا بحب بجد اسمك، ناعم وبسيط، وتحس إنه جوه حلم. تسلم يا بركات، الله يخليك. بص بقى، أنا عايزك تكتب اسمك على السجدة عشان ما يتلخبطش في الفرن. مصر على موقفي. معقول عايز تقنعني من القعده في الشوال؟ ارحم من القعده مع شوق. انت مش متخيل كانت بتعمل فيا ايه. لا حول الله. طب عايز مني حاجه؟ الملح كان زيت سن، بزوده غصب عني عشان ما تعطلش. سلام. بيكيا يا استاذ. تعال يا مصطفى، تعال يا ادم. والله يا ابني مش عارف اقول لك ايه. انا ما ندهتلكش عشان ابيع لك حاجه ربوبيكي ولا حاجه، لا زي ما انت شايف انا بعت عفش البيت كله وبعت هدومي كمان. الحقيقه انا بعت لك عشان ابيع لك عيل من عيالي. ايه اللي بتقوله ده يا استاذ؟ خد ادم عشان اعرف اصرف على مصطفى، او اخد مصطفى عشان اقدر اصرف على ادم. انا دلوقتي يعني عايز اقول لحضرتك ان انا بشتغل موظف الصبح وبعد الظهر ماسك حسابات مطعم، وبرضه مش ملاحق على المصاريف. تقوم تبيع لحمك يا استاذ؟ تبيع لحمك؟ انا بعت عفش البيت كله وبعت هدومي كمان. والله يا بنتي فضل غير البدله دي نام بيها وروح بيها الشغل. طب بقول لك ايه يا ابني، خد مصطفى. الواد مصطفى كويس ومقاول وهيعمل لك كل اللي انت عايزه، وانا وامه هنجي لك يوم واحد بس في الشهر. طمن عليه. عاوزك. هو انا حسب يوميتي كام؟ المفروض 50. طب اقدر اخد احسب يومين؟ أفضل الصلاة والسلام. بقى حق مصطفى، بكرة عبد هاخد آدم. بس بس كلام الزمان، اسمع كلام الزمان يحكي لك القصة. الله استرها عليك دنيا وآخرة.
عن اللي ساب الجوع وسايب المفجوع وحصلت الكارثة. تعرف يا بركات الخدمه دي كنت تملي اغنيها لام عفاف لما كنت اتعبها حبتين واقرص عليها تطفش مني وتروح بيت اهلها. انا بصراحه كنت رزل قوي وشقي
اتشق عليها حبتين وبعد كده اقول لها ثلاث سلامات يا وحشني اهو، تروح نازله على ما فيش تجي لي. ست ست ولا كل الستات، يا سلام عليك الله يرحمك يا ام عفاف، كانت سندي وظهري واقفه على طول جنبي كده، انا من غيرها لا كنت ابقى ولا حاجه. وبيها والنبي ولا حاجه، يعني هو انت بقيت سفير؟ تدي الدنيا يابا، بضحك معاك. ايوه كده كش مالك. ولا اقدر. يا سلام يا تعرف اللي هياخد مني ايام كانه خلع قلبي من صدري. يا عم رضا انت مكبر الموضوع قوي، يعني انت خلفت عروسه البحور، يا ربنا صبرنا عليك. انت بتقول ايه؟ انا كل ما اكلمك كده وتنرفز عليك اللي بتدور لنفسك كده وبتتكلم كلام ملوش لازمه. بسبح في سري. ايوه كده. بقول لك يا عم رضا انا عايزك في موضوع. موضوع ايه؟ فلوس لا يابا، هو ما بقاش فيه الا بركات هو اللي على الحجر ولا ايه يابا؟ يا بت يا بت دي كلمه تقوليها برضو، ده انت العين والحاجب، انت الفشه والطحال، انت كل حاجه، انت بسبوسه، انت كتكوتشي، انت كل حاجه عندي. ده ايه؟ مفيش. طب احضرينا بقى عروسة البحور، يا فشته يا بسبوسته. خير. احنا ليه بناخد الخردة ونديها من ايد لايد وودنك منين يا جحا؟ لا مؤاخذة يا عم رضا، ما ناخدها على المصنع على طول. تملي تقول لي ان عرق الجبين بياكل عيش. خلصت، عرق الجبين دلوقتي يا دوبك تاخد دش وتخرج في وشك الصابون. بص يابا، هو مدام جاب سيرة الصابون يبقى شكله كده ناوي يتحفنا بفكرة نظيفة. ايوه بس انا مش فاهم بيلف ويدور على ايه؟ بالعربي كده؟ عايزين نوسع تجارتنا، انا شايفك في حته تانيه خالص. شوف. ايوه يا ابني ده كان ايام زمان قوي قوي قوي. كمل يا بركات كمل. انت مش بتعتبرني زي ابنك عثمان؟ حط همك على كتفي. انا بحس ان انت ابني بحق وحقيقي اللي جبته من صلبي. الحمد لله. يرحمكم الله. يلا بقى نصلي الفجر ولا هتصلي بطقم الباليه ده؟ بصي يا ستي، وريني صباحك. ايوه والمقاس بالظبط. الله، ميرسي يا بيبي، ده تحفه. ميرسي بجد على المفاجاه الحلوه دي. لا ولسه لما تعرفي المفاجاه الكبير. لا كده كتير بجد. لا مش تعرفي ايه المفاجاه الاول؟ ايه قولي؟ رحله لاوروبا. طب مش نخلص الاول واطلع شهاده وفاه لمصطفى واخلي المحكمه تطلقني منه؟ اولا عشان المحكمه تطلع لك شهاده وفاه وتحكم لك بالطلاق لازم يكون مر على الاقل 3 سنين على اختفاء مصطفى. وبعدين لو استعجلتي على شهاده الوفاه والطلاق الشبهات هتعوم حواليكي. وبعدين احنا محتاجين الطلاق دي، واحنا كده حلوين اهو. بص بقى يا عم رضا، بص يا عم بركات، انا اخري 48,000. يا عم جو فحر البحر ده انا ماليش فيه، ومش هتطلع مني بسريايه. هم ال 2000 جنيه دول يعني اللي هدخلوك الجنه؟ يا بركات يا بركات، انا مش قدك، ما تفرمنيش كده يا اخي. بالله عليك انا قلب ابيض برضه، واحنا على عهدنا لحد ما نقابل ربنا. بالله عليك يا اخي اتزعلي شويه. اهو يا عم اسلك بقى واحلب صافي. العب العب ماشي يا بركات. بقول لك ايه، 2000 جنيه ما جاش فيها. قوم مبارك، قوم مبارك كده، خلي ربنا يكرمنا كده يكفينا شرها. خلاص يا بركات عشان خاطرك
انا قلب ابيض برضه. مبروك عليك يا بركات انت عم رضا. الله يبارك فيك، هو ده كلام الرجاله. عد فلوسك اقرص انت براحتك. صايمه يعني؟ صايمه صايمه. اه يا اخي ربنا ما يدفننا معاك. عيل كهين المفتاح يا حاج. اخر في الانتري ده 1200 جنيه ده. اه يا حد شافك وانت جاي؟ طب انا عرض الهرم الصغير اللي للبيع، شوف ليش مشتري يا ابن. كتر ما بتلف وتدور هتموت دايخ. اخلص عهدي من ده. عهد بركات. طب خليهم 1000. 1000 لا بأس عليك، هم 700 جنيه اللي اتفقنا عليهم على الدين. نبارك بقى ونقول امين ولا اسحب خفيف خفيف؟ عشان انا ظروفي شاهد عليها الغراب. ايه من قال ايه؟ سمع بس بيدور على كدبه. اتكل على الله ولا شيل. شيل يلا. يا اخي ربنا ما يدفننا معاك. عيل كهين ستظل الوحده تحتويني. بسم الله. اتفضلي. هنسهر فين النهارده؟ ما كل خميس بنسهر عندي في الشقه وبتبقى لطيفه. مش فاهم ايه الاصرار ان احنا نسهر بره النهارده. يعني تغيير. سوري نسيت الموبايل، هجيبه واجي على طول. طب استناك في العربيه. اوكي. هتشهل يا بركات. عم بنشف عرقي. بسم الله. ها لا مؤاخذه مدام، شد كمان يا بركات. ايوه شد بقى من عندك تاني. ارمي لك السلبه وهرجعها لك. ماشي ارمي. يلا خد اسحب. حلو قوي ده. سكه السلامه يا بركات، خد بالك من نفسك. ها طمني، عملت ايه؟ كشفت على نمره العربيه، طلعت بتاعت واحد اسمه رضا السيد حنفي من البساتين. بقول لك احسن مصطفى ده لو طلع عايش هتبقى مصيبه. انا هتجنن ساعات اقول مش هو، يمكن حد شبهه. بس ازاي؟ لا هو مصطفى، انا متاكده انه هو. اذا كان هو مصطفى ازاي ما عرفكيش؟ دي شغلتك انت. وعلى العموم انا هكلم الناس اللي بره اقول لهم على اللي حصل واعرف ايه رايهم بالظبط. ما تنزل من على ايد الانتريه يا حمدي، ده لسه جديد، انا خايفه يتكسر. فرحان بيه يا فوفا. وانا كمان فرحانه بيه قوي، ده شكله غالي قوي. صح يا بركات انت جبته بكام ده؟ جابه ب 1750 من البواب، بس ده بقى تلاقيه في السوق ب 3 4000 جنيه، دي حاجه نظيفه. لا كتير. كتير عليا يا حمدي. ما انا عارف يا فوفا، بس دول هدفعهم من هنا بركات. ربك كريم يا حمدي، بس انت بلعيقك شويه. حمدي لو بلع ريقه يموت مسموم. ما تقلقش، ربك بيبعت البرد على قد الغطا. ادي الحاج انت 750 وال 1000 سرسبهم له 100%. اذا كان على كده بسيطه يا صاحبي. لا يا حبيبي اسمها كلك واجب يا زميلي. خلصانه من فيومك يا زميلي. لا خلصانه بدبدوب لما الكلام بيدوب. بص لمراتك يا حبوب. ايه ما تفطني، بدل ما انتوا قاعدين مشغلطني كده ما بين الفيونكا والدبدوب. تقصد مين بالدبدوب ده؟ استنى انت ما تقلقش، انا واخده على 700. اه 50 مشال. انا مظبط الحلبوق على طرف الكم والإيهاب الجنزوري، يبقى من غير عشا. وانت يا دي الصاج اللي انت شايله ده، انت رايح تجيب عيش لامك؟ اي خدمه يا شبح؟ انت ايش يا معلم؟ هو فين مقلب رضا يا معلم؟ رضا مين؟ بتاع الربابيكيا؟ اه هو ده. هو اللي قدامك ده. هو ده؟ اه. شكرا يا معلم. العفو. يا صباح العسليات مربات قشطات، شريكه لازق فيك بغيره، وانت شبطان لي في اللي فقد الذاكره. اه يا قلبي جاك وجع في قلبك وشكه في صدرك وكسره في رجلك. يا شماء مش هتنضف قبل لما تكبر والوساخه تكبر معاك. اللي انت ماسكه في ايدك تعالي هنا. لا سيبيه فياد. مالك يا وايه البتاع اللي انت ماسكها لي دي؟ ما تختش ياد على الصبح. الخشب الرجال يا روح امك بيجيب الفقر. على اللعبه بجيب جنبها. قالوا للشمال احلف قالوا شرف. ايه فتحه الصدر اللي انت فيها دي؟ اقفل صدرك يا حبيبي لا تاخد برد. ايه ده كده هتتحس رجوله؟ خلاص خلاص يا عم رضا. الله اذكر خلاص يا يلا خلاص. عليا حرام من الدين، لو قربت الهام تاني لشوقك نصين. انت بتهددنا؟ لا يا اخويا بنورك، عشان لو ما ظبطتش نفسك هتشوف مني وش احنا الاثنين هنتفاجئ بيه. بص يا حبيبي لو عايز تشوف وشك اقف قدام المرايه قبل ما تنزل من بيتكم الصبح، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. لا يا روح امك، اللي ما بيشوفش من الغربال يكشف نظر. بس خلاص 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 كده. ايه ده ايه ده؟ وانت مالك انت؟ دي مشاكلنا وبنحلها بالحب. انا بقى مش همد ايدي عليك. وجبوا معايا رجاله وشهروا لبعض وانتوا بتضربوه. محمد
برحمه امي لقطعكم. حصل لكم ده يا اسطوات؟ ده انتوا لو بتتخانقوا مع سوبر مان ما كانش عمل فيكوا كده، وانت ما تقوليش انهم اتكتروا عليكوا. نعمل ايه يا معلم؟ الواد طلع عصب. لا يا حبيبي ده طلع عصب مش عصب. تف عليهم هيمه. عجبكم كده؟ مش قلت لك يا خفيف اللي ما يشوفش من غربان يكشف نظر؟ يا ابني ما تبقاش حمقي قوي كده. ما تخليش العصبيه هي اللي سايقاك، ابعد عن الشر وغني له. اعمل ايه يا عم رضا؟ بعدت عن الشر وغنيت له جيت رقص لي، اسيبه يهز؟ وبعدين انا ما كنتش هبرد غير لما خلى هيام تقل منه في نص الشارع. اهو بركات بقى سند لنا يابا. سند انت كمان؟ ما بسبب العربيات دغدغت وتعورت انا كمان. اعمل ايه بقى في حظ النحس؟ جت طفطم طلعت حامل. عموما مصاريفها عليا. مصاريف ايه ونيله ايه؟ ده انت كتر الف خيرك على اللي عملته معانا. انت عبيط ولا ايه؟ ما كفايه انها عدت على خير. عدت على خير ايه؟ امال ايه اللي في وش ده؟ ما تسكت بقى، ده انت راجل ما عندكش دم صحيح. عندي الشام امال ايه اللي في وش ده؟ كشطب. اصبر عليه يا عم رضا التقيل في القعر. اهو قاعد بره لبت زي النسوان. كفايه بركات لحد كده. انت خدت حقك وزياده، وخدت حقنا كمان. شيله بقى من دماغك. مصطفى فعلا طلع غريب عن المنطقه وفاقد الذاكره. الجماعه ردوا عليك؟ اه ردوا. بس المره دي بقى عايزينه حي. وفي ايديهم. عايزينه يعملوا بيه ايه؟ الراجل فقد الذاكرة، يعني ريح واستريح. طب وسعادتك تضمن منين بقى انه فعلا فقد الذاكرة؟ مش جايز تكون الحكاية دي لعبة عشان يعرف يكمل البحث بتاعه من غير ما احنا نعرف. وحتى لو افترضنا انه فعلا فقد الذاكرة، تضمن لي منين انها ما ترجعلوش تاني؟ وساعتها كلنا هنروح في 60 داهية. اطمني يا حبيبتي ما تقلقيش. وايه المطلوب مني دلوقتي؟ انا عايزك تراقبه 24 ساعة، عايزه ما يغيبش عن عينك ولا لحظة. عايز اعرف هو بيعمل ايه ومين بيساعده. كل حاجة بيعملها لازم تبقى تحت عينينا لحد ما يجي الامر بخطفه. عشان كده لازم يكون لينا رجالتنا هناك. ركز معايا انا هنا. عرفت ايه عن الواد؟ الواد ده يا باشا انا ما اعرفش غير عنه اي حاجة غير انه هو لقوه مرمي له مؤاخذة في خرابة ومضروب على دماغه. وخدوه عندهم في الحته ربوه معاهم وقال ايه سموه بركات. احنا بقى عايزين نعرف ونتاكد اذا كان فقد الذاكره بجد ولا بيشتغلنا. يا باشا من ناحيه الاشتغالات الواد ده يشتغل العفريت. اه الاول ما شفته ما ارتحتلوش وقلت الواد ده اكيد وراه مصيبه. بس لما اخذه انا يا باشا انا بحب شفتي ولا اجيب سيره حد في غيابه. تاخد كام صفر قدام الواحد؟ لا يا باشا الواحد مش متعود على حكايه الاصفار دي، بس اللي تشوفه سعادتك. 500,000 كويسين عشان تشتغل بنفس وما تفتحش بقك؟ الا كويسين يا باشا، مش هفتح بق. ده انا بص مش هجيب سيره قدام نفسي عشان ما احسدنيش. بس لو مؤاخذه يعني يا باشا، هو الواد ده يعني بيشتغل ايه؟ باحث كيميائي. لاحظ كيميائي بيشم يعني؟ ما انا بقول يا باشا من الاول الواد ده مدمن. باحث كيميائي يعني عالم. عالم يعني علامه يعني زي احمد زويل وصلاح والنني والناس دي. طب يا باشا الواد ده ما يستاهلش. بقول لك ايه، انت تشتغل وبس. امال يا باشا نشتغل. مش هتيجي؟ مش هروح. عايزه تزنقني. بص يا باشا انا هقول لك على اللي شفته بكل صراحه. انا بالليل كده قلت ايه امشي كده اسقط في الحته شويه، فلقيت نور العشه مولع. قلت حلو الواد ده وسخ واكيد بيعمل حاجه غلط في العشه بالليل. رحت متنمس يا باشا من جنب العشه كده وداخل عليه، لقيت انه مؤاخذه قاعد جايب شويه ورق مش عارف يكتب ايه هنا، ينقل ده من على ده ويعمل ده من على ده. بس كان مركز يا باشا قوي، شكله بيشتغلكم يا باشا وما فقدش الذاكره ولا حاجه. تعرف تجيب لي الورق ده ولا اقول لك صوره لي من غير ما يحس؟ ده شغل تركيبات يعني، شوية كلام مفهوم وشوية كلام مش مفهوم، شوية رموز كيماوية المواد مش معروفة. أكيد بيروح معمل يجرب التركيبات دي، وأكيد برضو في ناس بتساعده. صباح الفل يا بركات. صباحك زي العسل. ما تاخدني معاك. أنت رايح فين؟ أي حتة. والنبي ما سكتي. ما سكتك؟ ماشي يا عم. إيه؟ إيه الأخبار؟ في قمة الانحدار، العربية مش عايزة تدور، لما أرجع بقى أوديها الميكانيكي. أنت رايح فين؟
انا كنت عاوزك في موضوع. والنبي يا عم رضا مش وقته، بس ما تنساش النبي تبلغ هي تجمع الخرده عقبال ما ارجع. انا مش فاهم بس ايه المشوار اللي بتروحه كل اول شهر ده؟ ما تركزش معايا يا عم رضا والنبي، ادعي لي بس ربنا يسترها معايا. ربنا معاك يا ابني، عاوزك في موضوع. صد رد راجع لك. يا رب. أنفاسي وراجل قليل الذوق رغاي وكان راسي نازل محطة ايه والله ما أنا فاكر الهم كسرني خلاص خلاني مش قادر تايه في دنيا اللي بقى يا حاج يا غالي كبير كنت عايزني في الصبح. شوفك انت ميزان السمعه حساس والعيار اللي ما يصيبش يدوش. اللي قابلينا قالوا ايه؟ اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. عشان كده يا ابني انا جاي لك بصريح العباره، انا عاوزك لايام بنتي يا ابني. قلت ايه؟ مفيش قول بعد قولك يا حاج. عمرك رجولة وتقدر اللي قدرك وتقل مع اللي يفكر في مرة يصغرك. طول عمرك رجولة وتقدر اللي قدرك وتقل مع اللي يفكر في مرة يصغرك. جوا كتاب الرجولة
اسمك في الصفحة الأولى محفور من كم سنة محفور من كم سنة راجل مع أي حد في أي مكان تسد يا عم الجدعنة يا عم الجدعنة أبوك مغودة لو حد يقصدها بالحب يا باشا وربنا يقدرنا على فعل الخير. هي دي كل الاوراق اللي لقيتها في العش عنده. طب يلا روح انت دلوقتي. طبعا مش محتاج اقول لك ايه اللي ممكن يحصل لك لو حد عارف انك جيت هنا او قابلت مين. المهم الكاشات يا باشا. بكره هكلمك. وماله يا باشا اللي عند الرجاله ما بيروحش، بس احنا هنقضيها رايح جاي كده بالحب بس. الحب لوحده يا باشا ما يشبعش، ما بيجيبش مانجا وعصير، الثلاجه عايزه تجيبها نبهوات. اللهم ثبتنا عند السؤال ده. العلم اتطور قوي يا باشا. ها عملتوا ايه؟ عملنا ايه في ايه؟ انت مين اللي قالك تجيبه هنا وتكشفني قدامه؟ انت كننت. ما يبقاش قلبك خفيف يا باشا، ده عيل اهطل ولو لابط معانا اديته رصاصه ونخلص منه. ده على اساس انك فالح قوي يعني؟ ما لو كنت فالح كنت خلصتنا من مصطفى برصاصه في نص دماغه. انا مش هقدر عايشه في الرعب ده كتير يا فؤاد، مش ده اللي انت وعدتني بيه؟ ممكن تتملك اعصابك شويه؟ هو وصل لحاجه؟ وصل لحاجه؟ البحث ده في منتهى الخطوره يا استاذ، وتقريبا مكتمل. طب والعمل؟ العمل مفيش قدامي غير ان ابعت لهم الورق ده على الايميل النهارده. انما مصطفى السبيلي ده طول ما هو عايش احنا في خطر. يبقى لازم نخلص منه في اقرب وقت.
انا شايف ان انسب حل في قضيتك دي انك تدعي فقدان الذاكره. بحث عندي اهم من حياتي. تعيش عند الناس اللي انقذوك دول شويه. انا شفت سر مراتي مع فؤاد. عارف يا دكتور. كده انا خلصت البحث. يبقى فاضل نقفل ملف القضيه. الخطوه الجايه ان لازم مراتك تشوفك. لا مؤاخذه مدام. طب انا بالنسبه لك ايه؟ علاج لكل حاجه. معلقه سكر في كوبايه مره. مصطفى السبيلي ده طول ما هو عايش احنا في خطر. جاهز يا دكتور؟ جاهز. مبروك الترقيه يا سياده القضاء. مبروك عليك يا دكتور. يسعدني ويشرفني الترحيب بحضراتكم في حفلنا المقام لتكريم العالم الدكتور مصطفى السبيلي لانجازاته العلميه في مجال مكافحه وعلاج الامراض الفيروسيه. أنا بشكركم وبشكر كل اللي وقف جنبي، وعلى وجه الخصوص سيادة المقدم محمد سامي اللي وقف جنبي وعرض حياته للخطر، وبشكر كل أجهزة الأمن اللي وقفت جنبي وحمت البحث بتاعي. النهاردة هو بكرة اللي كنت خايف منه امبارح. اتعلمت النهاردة إني ما خافش أبداً أبداً، واتعلمت من امبارح إن الكنز في الرحلة. الرحلة اللي اتعلمت فيها معنى الواقع والقدر والحلم. الواقع اللي كلنا عايشينه من أول كلمة آه اللي بتوجع لغاية يافطة مكتوب عليها مستشفى استثماري. هنا أدركت إنه طول ما الطب والعلم تحت يافطة الاستثمار، يعني لا طب ولا علم، أنا آسف، ولا دولة. يعني اللي معايا يعيش واللي معهوش التراب أولى بيه، يعني كام بكام. القدر بقى برغم خوفنا منه ما نقدرش نخالفه، اللي خلاني أشوف في وسط الجهل علم الدنيا، وفي وسط الفقر غنى النفس. اللي عايشني في وسط ناس علمتني يعني ايه قعده طبليه، يعني ايه لمه عيله، يعني ايه كلمه مجدعه ومرجله وولاد بلد. اللي عرفني بناس كنت اتمنى اشوفهم من زمان، وحسيت معاهم يعني ايه قله حيله الغلبان اللي كل مرض عنده علاجه سبرينه وبحكمه ربنا بيخف. وشفت هناك ان الرضا بالمقسوم عباده واجمل عباده، وإن القعدة على الطبلية أدفى بكتير من الحب اللي بنعيشه في إيموشن وفي لايك وفي قلب. بقينا بنضحك في وشوش موبايلاتنا أكتر ما بنضحك في وشوش بعضينا. الحياة اتحولت لبلاستيك. أما الحلم، الحلم بقى ده الطريق الطويل اللي لازم نمشيه، وفي آخره لازم تلاقي نفسك اللي ربنا خلقها الهدف، والهدف ده لازم تحققه برغم كل المصاعب اللي هتواجهك زي ما واجهت غيرك، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش حلم في قلب حد اللي هو عارف إنه يقدر يحققه، فما قدامكش غير إنك تحقق. أشكركم جميعا وتحيا مصر. أنا عارف إنك عارفة من فترة. المهم أنا عايزك تقف جنبي. إزاي بركة تتفق مع أبويا على موضوع خطوبتنا ده؟ أنت لسه إنك متجوز؟ عشان اللعبة لازم تجي. خلي عينك وسط راسك فوق وركز في اللي جاي. أنا بشكرك على وفاتك معايا. لحظة عنهم ياكلوا لحمك وانت حي. تشكرني على ايه؟
ما عملتش حاجة. أشوف وشك على خير. لقينا الدنيا دي أصلا ضيوف في الزمن ليه اختيار وقلبه ناس معروف فيه دمعة الدنيا بتنزل للي بيحاربه. بقولك يا هيما هيام، انا معايا خاتم كده بس كنت عايز اعرف هيجي على مقاسك ولا هتقرفيه؟ لا هقرفك واذا كان عاجبك قرفينا. دمعة الدنيا بتنزل للي بيحاربوا الظروف في العالم اللي بعدك يعرفوا بيها انت مين. احنا جينا الدنيا دي اصلا ضيوف في الزمن ليه اختيار وقلبه ناس معروفين دمعة الدنيا بتنزل للي بيحاربوا. عايزين الدنيا غابة وشرهم ملهوش حدود. عمرك شفت في يوم ديابة أو طباعة غلبت وسود؟ خلي عينك وسط راسك فوق وركز في اللي جاي. لو غفلت في لحظة عنهم ياكلوا لحمك وانت حي. Oh.